مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا، حياكم الله يا اخوان، ويوم سعيد على الجميع ان شاء الله. الله يحفظكم وين ما تكونوا. انا ما ادري ملاحظ شيء، ما ادري اذا انتم لاحظتوا هالشيء ولا لا، فيما يتعلق بصناعه المحتوى عندنا في السلطنه. وطبعا قد يتفق الكثير بان يعني قليلين جدا اللي هم صناع المحتوى. يمكن انا في يوم من الايام تكلمت انه حتى اليوتيوبرز عندنا اللي موجودين وعندهم قنوات ومؤثرين اعدادهم قليله جدا مقارنه باليوتيوبرز اللي موجودين على مستوى الخليج العربي. خلونا من اليوتيوبرز نتكلم عن صناعه المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في السناب شات. الملاحظ بشكل كبير جدا حقيقه هو التقليد، التقليد بالدرجة الأولى. يعني الناس اللي تدور يعني ما حتى ما يكلف على نفسه يدور الموضوع، لا أنا أنتظر مثلا أو فلان تكلم اليوم عن الاختبارات، يلا تعال أنا بتكلم عن الاختبارات، هذاك يتكلم عن الاختبارات، هذاك يتكلم عن الاختبارات، هذاك يتكلم عن الاختبارات. فكل المواضيع في السوشيال ميديا في ذاك اليوم تدور حول شيء واحد اللي هو الاختبارات. مرت يومين ثلاثة أيام نجي بعدها بفترة نتكلم عن الوضع الاقتصادي في روسيا ومدى تأثيره على الحرب الأوكرانية الروسية. واحد يعني طلع كذا سبحان الله تكلم في الموضوع، فبتلاقي 7 8 10 15 20 كلهم يتكلموا عن الوضع الاقتصادي في روسيا وتأثير الحرب الأوكرانية الروسية على هذه الحرب. 3 أيام 4 أيام مرت، خلفان ترقت المستشفى، تفتح السوشيال ميديا مواقع اخباريه، مواقع اخباريه عندنا حسابات بمئات الالاف متابعينهم، خلفان ترقت المستشفى، وخذ وثق على ذلك. كل مشاهيرنا ما شاء الله خلفان ترقت المستشفى، تدخل حساباتهم خلفان ترقت المستشفى، لا اللي يختمها اخر شيء يحط لك صوره خلفان والسقايه في ايده ويكتب لا حول قوة إلا بالله، عشان أنت تدخل تشوف خلفان مات ولا للحين مترقد في المستشفى، بتكتشف لا بس هو حاط كذا لا حول ولا قوة إلا بالله أن خلفان مترقد في المستشفى. فكل المحتوى صار متشابه للأسف الشديد. وحنا نتكلم بشكل عام، يعني اليوم السوشيال ميديا لها تأثير وتأثير كبير جدا على مستوى العالم، وصارت الناس تقدم دراسات في السوشيال ميديا لدرجة أن صارت اقتراحات أيضا بأن تتم دراسة السوشيال ميديا في المنهج المدرسي حتى في الجامعات. لكن للأسف الشديد اللي نشوفه من واقع احنا عندنا حاليا لا يبشر بخير خلال المستقبل على مستوى السوشيال ميديا. حتى أصحاب السوشيال ميديا نفسهم ما تلاقي ذاك التأثير الإيجابي على أنفسهم، على أنفسهم ما يدور حولهم حاليا. لذلك كل شيء صار تقليد، كل شيء ما يتكلم واحد في موضوع إلا تتفاجأ أن الكل بدأ يتكلم في هذا الموضوع، وما يحدث من شيء إلا تتفاجأ أن الكل بدأ يتكلم في هذا الشيء نفسه. فبالتالي كل واحد بس ينتظر أي شيء يصير في البلد للأسف، سواء يتم تداوله بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، مثل ما حدث في موضوع مثلا التنمر اللي صار والضرب اللي صارت ما بين طلاب المدرسة. أدخل ألاقي كل شيء، كل شيء من وسائل تواصل إخبارية، الكل يتكلم عن ما يحدث أو عن الظاهرة هذه، عن الضرابة اللي صارت ما بين هذين الطلاب، من غير ما يتأكد من المصدر، من غير ما يتأكد من التاريخ، من غير ما يتأكد من الواقعة، من غير ما يتأكد. فجأة الكل يتكلم في هذا الموضوع. شغلة هذا اليوم حتى وصلنا لمرحلة أن الواحد حتى في طريقة إعلانه ما قام يعني يقدر يبدع، لأن لو طلع فكرة جديدة يتفاجأ بعد يومين ثلاثة أيام هذه الفكرة منتشرة ما بين بقية الموجودين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، والكل بدأ يقلد فكرته. لما تجي تتكلم عن ابتكار جديد حتى في موضوع الإعلان، حتى في موضوع الإعلان بعد يومين تتفاجأ أن نفس الأسلوب، نفس الفكرة طبقها فلان. طيب في شغلات تليق عليك ما تليق على الآخرين، أو في شغلات موجودة عند الناس ثانية ما تليق عندك أنت. فهذه من الأساسيات
اللي لازم تحطها في بالك في عالم شو. انا مش خبير سوشيال ميديا ولا اناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، انا في النهايه مجرد اعلامي معلق لكن متابع، الاحظ هذا الشيء موجود عندنا للاسف الشديد وبكثره خلال الفتره الماضيه. بعد في شغله مهمه جدا لازم الواحد يتكلم فيه، هاي خلنا نشيل النظاره الحين. انا اقترح على الحكومه، انت من عشان تقترح عليه؟